السلام عليكم لي بارو بعدا صحونا وقفنا لكم الشمس هذاك وليداتي تنطلع لك بعدا سكايب سكايب مازال سكايب شوف تو نعاود لكم واحد شويه ومن بعد انتم صافي سالينا خلال تنطلع لك اليوم غندير واحد العمليه اللي انتم ربما كاين اللي ما كيبغيش يديرها حنا كنديروها حنا عندنا في الجمعيه كنديروها كل عام كنا كنديروها هاد المهرجان التسامح اللي كنديرو حنا كنديرو فيه واحد العملية ديال التوعية ديال الدراري واحد الحملة ديال التحسيس كنديرو منها حملة النظافة كنديرو منها التشجير هاد العام مازال غنديرو التشجير واخا في الوقت ديالو غنعاودو نجيبو الشجر من بعد نجيبو لي بارون ديالكم ونديرو واحد الرز ديال الشجر لأن كتكبرو بحال هاد الشجرات اللي عندنا برا كانو غرسو وليدات عندنا كانو كانوا صغار قدكم ودابا الشجر كبر الدراري كبر والشجرة هي خلات معاها دونك مازال نعاودو نديرو إن شاء الله يعني شنو حنا ماشي غنجيبوكم غتهزو الزبل وغديرو شي تمارة ما كنحسوكمش تعلموا بان فين مشيتي اي بلاصه مشيتي خاصك تحافظ على النظافه ديالها مثلا حنا ملي كنديوكم الشيء اللي كنلعبوا فيه دائما كنقول لكم جمعوا داك الاتبال ديالكم في شي ساك ديالكم ولا شي حاجه باش نخليو داك الكوان ولا داك الليو يبقى نقي دونك حنا اليوم غندير واحد العمليه عاد تحسيسي غنهض لي ساك ديال الكوبيل غندير واحد الدويره هنايا بحال التيران هنا غنقيو التيران هنا وراه هو نقي ونخرجوا شويه لهيه وغندير لكم حمله تحسيسيه باش تعرفوا داك الاتبال اللي كاين دابا التيران كتشوفوا برا كيفاش داير الاتبال شكون اللي كيدير داك الاتبال كنديروها حنا انا وانت وهذا 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 دونك خصنا نحافظوا على حد الشارع ديالنا عامر بالاتبال وهذاك الاتبال اللي كاين في الشارع حنا اللي كنديروه لكن كل واحد يروح الزبل ديالو في لابوبيل مثلا حتى لابوبيل يمشي يروح فيها الزبل ديالو غادي يولي هو مواطن صالح وغيربي وليداتو على داك الشيء ديال يربي على النظافه وتكون دائما عنده النظافه لان كتجي دابا عيب واحد كيكون غادي في الطوبه كيلوح به كامل ديال الزبل منه ان شاء الله دونك حنا هادشي كنحاولوا نديروه مع لي بارون مره كنديروا التوعيه درناها مره اخرى كانت معنا الاول متوكل هنا درناها في الغابه داخل في الغابه مشينا للغابه مشاو معنا العيالات كنا درنا الماتش في الغابه مع الفهم وتوما داروا الحمله ديال النظافه ما يقدروش ينقيو الغابه كامله ولكن درنا واحد المجلس باش نقولوا لعباد الله كلهم راه خصنا نحافظوا على النظافه ديال البيئه ديالنا نحافظوا على الارض اللي بحال هذا التيران كتلعبوا فيه خصكم تجمعوا دائما راه كاين لي بوبال هنا كنجمعوا جمعوا داكشي الزبل باش ما تخسرش المنظر ديالك هذه هي الكلمه اللي بغنقول لكم واليوم غنديروا معاكم والديكم تما غادي نخدموهم تبغى يشدوا معنا كل واحد يشد الساق يمشي مع الدراري واللي لقى شي حاجه قدام ونجمع لك شي خفيف ماشي غتجمعوا الحجار هادشي اللي بان لك تحطوا نديروا هاد الحمله ديال التحسيسيه اللي كتدخل عندنا في النشاط ديالنا السنوي ومازال ان شاء الله ملي نديروا التجار غادي نعرضوا عليكم ونجيو ديك الساعه نديروا الغرز ديال الاشجار لان هي اللي كتبقى بينا اكثر من هاد اكثر من هاد الشجر اللي كتشوف فيه دابا انا عارف دابا شكون اللي غرسوا في التصاور ديالهم ديبوي 2007 من 2007 غرسوا لي بارون راه كبروا دابا الدراري ديالهم هذا والحمد لله الشجر الوحيد اللي كتشوف فيه دونك غادي نفوتوا نزعوا على واحد الاستاذ يلاه شي مجموعه تما الاستاذ ها هنا يا حنان يا ليال النظافة من الإيمان كل صباح أغسل وجهي وأنظف أسناني وأنتي كي أبدو نظيفا مع صاحبي مثل الزهرة في البستان كل صباح أغسل وجهي وأنظف أسناني وأنتي كي أبدو نظيفا مع صاحبي مثل الزهرة في البستان لا أرمي شيئا في الأرض في مدرستي أو في بيتي وأرتب أوراقي وكتبي فكل شيء له مكان من الإيمان يا
نشيطا مع صاحبي مثل الزهرة في البستان. كل صباح أغسل وجهي وأنظف أسناني وأنفي كي أبدو نظيفا مع صاحبي مثل الزهرة في البستان. شيئا في الأرض في مدرستي أو في بيتي، وأرتب أوراقي وكتبي فكل شيء له مكان. من الإيمان يا حنان يا ليان النظافة من الإيمان. كل صباح أغسل وجهي وأنظف أسناني وأنتي كي أبدو نظيفا مع صاحبي مثل الزهرة في البستان. كل صباح أغسل وجهي السلام عليكم. لا تنسوا لعجل الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.